إذا متواصلين مشاهدين الأعزاء، يتحطم التوقيت الزمني تحت أخف الريان في هذا الشوط الثامن رابع أشواط القعدان، وأيضا ينتقل أو تنتقل المنافسة من أرضية الميدان إلى التوقيت الزمني. هذا هو الريان، وأيضا استمتعنا بهذه الأشواط المسائية. الشوط التاسع ينطلق واحد الزملاء. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، متواصلين معكم بمسلسل الناموس ومع الاشواط المفتوحه ومع انطلاقه هذا الشوط التاسع بتعداد اشواط هذه الامسيه. تواصل مع اول المراكز لارى السديم على المركز الاول العائده ملكيه لسعاده الشيخ عبد الله بن علي بن احمد ال ثاني لمضمر عبد الهادي بن حمد بن هليل، والمركز الثاني هنالك التقدم من قبل شعار هجن الشحانيه والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي، ثالثا هنالك التواجد من انطلقت وغيرت امور ومجريات هذا الشوط ايضا بشعار هجن الشحانيه والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي. اذا هنالك تنطلق مع الصداره المركز الثاني تواجد الشحانيه على ثاني المراكز بانطلاقه هنالك الشحانيه العائده ملكيتها لسعاده الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفه الثاني علي بن حمد بن حسين بن جرحب من يدير بعمليه التضمير، ومن ينطلق منافسا مع الاسماء المتواجده والمتقدمه بهذه اللحظات. اذا انطلقت الشحانيه مع اول المراكز ومع المقدمة، ثاني المراكز والمركز الثاني والثالث بشعار هيج الشحاني والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي، رابعا أتابع التواجد من محبة بشعار هجن الشحانية المضمر حمد بن علي بن حلفان المري مع المركز الرابع. خامس المراكز بهذه اللحظات انطلقت وصال بشعار هيج الشحاني والمضمر حمد بن علي بن حلفان المري مع المركز الخامس، ولكن أعود مع الصدارة، أعود مع المقدمة، وأعود مع أول المراكز ومع المقدمة. هنالك الفائزة، الله الفائزة وسلالة الفائز تتواجد بهذه الانطلاقة بشعار هجن الشحاني والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي، ولكن غيرت وصال كي تواصل انطلاقه مع الصدارة ومع المقدمة بشعار هجن الشحانية المضمر حمد بن علي بن حلفان المري. والمركز الثالث هنالك التواجد من قبل حاملة الرقم 20 من انطلقت إلى المركز الثاني. لجة بدأت تنطلق مع المركز الثاني بشعار هجن الشحانية تتواصل، وهنالك المركز الرابع قادمة محبة متواصلة مع المركز الرابع تتابع مسيرتها مع افتتاحية الكيلومتر الأخير بشعار هجر الشحانية المضمر حمد بن علي بن حلفان المري. والمركز الخامس تواجد الدويلة مع المركز الخامس بشعار هجر الشحانية والمضمر حمد بن علي بن حلفان المري. وبن حلفان هنالك المبدع يقدم لنا أيضا مع الصدارة مع تقديم الإثارة ومع تواصل وصال. انطلقت وصال وتواصلت الفائزة، الفائزة وصال، ولكن الله وصال مع الصدارة، وصال مع المقدمة، مقدمة لنا هذا العرض الجميل والانطلاق المميز مع أول المراكز. ما شاء الله وصال بإشعار هجر الشحانية والمضمر حمد بن علي بن حلفان المري مع المقدمة ومع القيادة، مقدمة ومستعرضة للعروض المميزة والانطلاق الكبير مع أول المراكز ومع المقدمة. ولكن يا سلام هنالك الفائزة أعلنت الملاحقة، أعلنت المطالبة مع المركز الثاني بشعار هج الشحانية والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي، وخلاص وصال قفلت مجريات هذا الشوط وسجلت ودونت هذا الشوط باسمها ومع اسماء الفائزين المتوجين في هذه الفتره المسائيه. نهني هج الشحانيه والمضمر حمد بن علي بن حلفان المري ثاني المراكز الفائزه بشعار هج الشحانيه. المركز الثالث كان الوصول من قبل محبه الملكيه لهج الشحانيه، المركز الرابع كان الوصول من قبل الشحانيه
الملكيه لسعاده الشيخ تميم بن عبد المخليفه هذا المركز الخامس، كان الوصول من قبل الدويله او الدوليه من وصلت على المركز الخامس بشعار هجر الشحانيه. اذا هذه الاسماء التي تميزت معنا في هذه الانطلاقه التاسعه وبتواصل الشعارات والاسماء التي ايضا قدمت لنا الاثاره وقدمت لنا العروض المميزه بتواصل وصالي مع اول المراكز. اذا نعود بحضراتكم الى ملخص شوطنا الذي قضى قبل قليل ومع الاسماء التي تنافست وانطلقت مع المراكز المتقدمه، وهنالك نرى تقدم وتواصل وصال مع المركز الاول اول المراكز لشعار هجر الشحانيه والمضمر حمد بن علي بن حلفان. التوقيت الزمني 4:36 36 جزء او 34 جزء من الثانيه، نهائي هجر الشحانيه والثاني موصول المضمر حمد بن علي بن حلفان. ثاني المراكز كان الوصول من قبل الفايزه 4:36 86 جزء من الثانيه، الثانية لهجر الشحانية وكذلك المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. ثالث المراكز محبة وتوقيتها الزمني 4 دقائق بلا شك. إذا ننتظر لحظة قدوم ووصول محبة إلى خط النهائي مع الفوز والناموس. 4 دقائق 44 ثانية 54 جزء من الثانية، الثاني تبركات لهجر الشحانية والثاني المضمر حمد بن علي بن حلفان المري من قدم لنا محبة مع المركز الثالث وتواصل مع وصال مع المركز الأول. وثانية أيضا